أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أكد على ما تشهده العلاقات التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من تنامي وازدهار مستمر على كافة المستويات، منوها باهتمام وحرص البلدين الصديقين في مواصلة توطيد العلاقات بما يعود عليهما بالخير والنماء، مشيرا سمو إلى دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه لكل ما من شأنه رفض العلاقات البحرينية الأمريكية المتميزة وتوثيقها. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بسعادة السيد ويليام روباك سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة والأدميرال كيفن دونيكان قائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية قائد الأسطول الخامس، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله والذي قدم إلى سموه الأدميرال جون أوكيلان كقائد جديد للقوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية قائدا للأسطول الخامس، حيث أشاد سموه بالجهود التي يقوم بها الأسطول الخامس وما يمثله التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في هذا المجال من بعد استراتيجي وحيوي من خلال ما تقدمه البحرين من تسهيلات ينعكس أثرها على تحقيق الاستقرار والسلام العالمي والإقليمي بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. وأشار سموه إلى الإسهامات التي قدمها الأدميرال كيفن دونيكان في تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين شاكرا له الجهود المبذولة على ما قدمه طوال مسيرته، كما هنأ سموه الأدميرال جون أوكيلان بمناسبة تعيينه متمنيا التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.